تحيط بك الأشجار منذ لحظة قدومك لمحافظة رأس تنورة. ميزتها كثرة الأشجار المتنوعة التي نجدها في الأحياء والكورنيش والطرق الرئيسية. والله التشجير في رأس تنورة موجود مسبقاً، ولكن شو اسمه دخلت عليه بعض التحسينات، ودخلت عليه بعض التجميل، ودخل عليه بعض اللي هو تعرفين الحين اهتمامات الدولة اللي هو بالمرافق أو بالمرافق المواطنين لتزداد رفاهية المواطن. فالتشجير تقريبا موجود في رأس تنورة من بداية رأس تنورة، ولكن الآن التشجير ازدياد الرقعة الزراعية اللي موجودة في رأس تنورة بدأت في الآونة الأخيرة، يعني قام الاهتمام بالطابع التشجير، وهو حسب الرؤية أن لكل مواطن سعودي لابد أن يكون له شجرة أو شجيرة. 17,000 من الشجر والشجيرات والزهور بتصاميم مختلفة وهندسة مميزة تضفي الجمال للمحافظة. هذا التصميم هذا بجهود ذاتية من المهندسين المشرفين على هذا الطابع الزهري، والزهور اللي اليوم نشوفها يعني بلدية رأس تنورة يعني إلى الآن في الموسم الشتوي خرجت أكثر من 600,000 زهرة من المشتل. احنا طبعا المشتل هذا عندنا احنا ما نجيب، احنا الزهور اللي عندنا ما هي زهور توريدية، احنا الزهور اللي عندنا هنا في رأس تنورة احنا ننتجها من المشتل. خلال الشهرين الماضيين أضيفت 400,000 زهرة و6,000 شجرة وشجيرة و75 شجرة واشنطونيا على رمال الشاطئ. وللحفاظ على التشجير تتوفر شبكة الري التي يصل طولها إلى 635,000 متر طولي و21 بئر زراعي. أنفال الحارث الإخبارية، رأس تنورة.